راح ينضم لنا الآن مدير نادي الفيصلي ثامر العدوان. أستاذ ثامر، يسعد صباحك. صباح الخير يا سيدي. بداية، كيف تلقت إدارة النادي الفيصلي هذه العقوبات، وشو الخطوات اللي بيسعى النادي الفيصلي اتخاذها في الأيام المقبلة؟ يا سيدي، أول شيء بصبح عليك وبصبح على السادة المشاهدين. حقيقة يعني خلينا نكون من بداية طلب الاتحاد العربي قبل 3 أيام من النادي الفيصلي بخطاب رسمي أنه يتم الاستماع إلى إفادة اللاعبين وبالإضافة إلى مدير الفريق على الأحداث اللي حدثت في خلال المباراة وبعد المباراة خلال المباراة النهائية، وتم الاستماع إلى إفاداتهم من قبل الدائرة القانونية في النادي الفيصلي وإرسالها إلى الاتحاد العربي. وتفاجأنا أنه خلال 24 ساعة بعد الاستماع للإفادات وإرسال الاتحاد العربي تم إصدار العقوبات، ومثل ما قال الأستاذ حسام أنه كانت عقوبات قاسية ومبالغ فيها. يعني 200,000 دولار لحد الآن، يعني ما لا يوجد مواد قانونية تم الاستئناف لها في هذه العقوبات. طب أستاذ ثامر، عقوبة 200,000 دولار هل سيتم الاستئناف عليها؟ ستي، احنا هنالك طعن لدى لجنه الاستئناف خلال 4 أيام عمل. من تاريخ استلامنا للعقوبات، لكن عقوبات قاسيه، عقوبات مو واضحه على كيف تم الاستئناف من قبل لجنه الانضباط في الاتحاد العربي. عندنا اربع لاعبين دوليين مع المنتخب الوطني، اللاعب معتز ياسين، اللاعب رحيم دلدوم، ابراهيم بهاء عبد الرحمن، ابراهيم الزواهره، بالإضافة إلى اللاعب أكرم الزوي. راح يتم الطعن فيها، وإن شاء الله أن الدائرة القانونية في النادي الفيصلي خلال 48 ساعة راح تكون جاهزة للطعن وإرسالها إلى الاتحاد العربي. لكن على ما أظن أنه القرارات مفصلة كاملة لأجل النادي الفيصلي، هل هو الانتقام أم أنه النادي الفيصلي خلال مشاركته في البطولة كانت محاربته من بدايتها من خلال تغيير القرارات وتعيين الحكام. لكن أنا بدي أسأل سؤال، لحد الآن لم نسمع عن قرار باتجاه الحكم اللي كان هو سبب المشكلة في بداية المباراة. نعم. بالنسبة للعدة والعتاد اللي بتكلم عنها الاتحاد العربي، وزير الشباب المصري كان واضح أنه وفي مقابلة له أنه لا يوجد غير 39 كرسي تم تكسيرهم. إحنا ضد هاي الأعمال حقيقة، وأكدنا على ذلك في بياننا. لكن أتوقع أن حصر الأضرار، يعني مباراة صار منتهي 10 أيام، كان واضح أنه يكون في حصر الأضرار لها. طب أستاذ ثامر، يعني العقوبات اللي اتخذها الاتحاد العربي، هل تم الإبلاغ للاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي بهذه العقوبات؟ يا سيدي، هذا ما نخشى احنا في النادي الفيصلي، انه يتم رفعها الى الاتحاد العربي. لكن اذا راجعنا تاريخ البطولات العربيه، وكانت في احداث شبيهه للي حدث في مباراه الفيصلي والترجي التونسي، لم يتم ارسال مثل هذه العقوبات نهائيا الى الاتحاد الدولي او الاتحاد الاسيوي. فاحنا بنتمنى ان شاء الله انه ان تكون العقوبات تحت فقط مظله الاتحاد العربي وبطولاته العربيه. نعم. انها لا تؤثر على لاعبينا الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني. نعم. ومشاركتهم مع النادي في البطولات المحليه. نعم، كل الشكر لك الاستاذ ثامر العدوان مدير نادي الفيصلي. طبعا وضعتنا في صوره موضوع العقوبات. نعم. التي صدرت بحق نادي الفيصلي، شكرا جزيلا لك.